وقت نزلوا قذائف نزلتوا علينا قذائف بالليل نزلتوا كنا نحن قاعدين بالغرفة نهد هيك نص الغرفة اللي كنا قاعدين فيها وتقطعوا الأوتار برجلة عملنا لها نحن عمليات وهي بس ما زبطت قرروا بعدين الدكاترة أنه بدها بتر رجلة ما كان يعني أنا ما باستطاعتي أني ركب لطرف وقلت لك سجلت بجمعيات كتير بحماة قالوا لي روحي على مشفى المواساة بالشام كمان ما مشي الحال يعني إيه كان عندها عكازات وقت تعكز عليهم أنا قالوا لي هون بالكاريتاس يعني إنه بيسعوا بركبوا طرف إنه مركبين لبنت هون أنا هيك سمعت من العالم لما رحت لعند المدام ماجي وقتها قلت لها إنه هيك قالت لي شغلة أسبوع في دكتور برا البلد مسافر بس يجي أنا بحكي معك ما أخذت يعني أسبوع أقل خبرونا بعدين هن من المشفى هي المدام ماجي اتصلت معهم وإنه عم يخبروني من الهلال رحت على الهلال وقتها وحولوني على مشفى اسمه مشفى الصليب الأحمر صرت روح أعمل لمعالجة فيزيائية هني بعدين أعطونا الطرف يعني أنا وقت اللي خبروني قلت إنه بجوز إنه وقت قالت لي المدام ماجي إنه روحي وأنا بحكي يعني معكم قلت أنا مثل باقي الجمعيات يعني بيني وبينك قلت مثل غيرهم لا رح يدقوا لي ولا شيء ما أخذت يعني أسبوع أقل شوي بتفاجأ إنهم بيتصلوا جيبي أمل وتعالي يعني أنا تفاجأت عن جد ما يعني حكيت لأهلي ولهي قلت لهم ما بتتخيلوا بيقولوا لي بدك تنزلي يا حما بقول لهم ما بقى بدي شيء من حما انا الشيء اللي ما قدمت لي اياه حما قدمت لي اياه حلب ما بقى بدي صار لنا 3 اشهر عم نروح نتمرن على طرف اصطناعي غير هذا ما متحرك هذا متحرك ضلينا شيء 3 اشهر تروح يعني مثل المعالجه الفيزيائيه بعدين لقوا انه هي استوعبت بسرعه وتمشي يعني مسافات وهي قاموا عطوها اياه هناك بالمركز كمان وقت كانت عم تعمل معالجة فيزيائية في هيك بواري تمسك فيهم بتستند هي ما تمسك فيهم تقلب من فوقهم كمان اجوا جمعية صوروها تاني نهار بيقول لي الدكتور منزلين لها صفحة على الفيس قلت له يا سلام لعبة جمباز كثير يعني خاصة بعد ما صار عند رجل بتقول لي انا ما بقى بدي انا لا اسمعي كلمتي بتقلي انا ما عدي نسمع كلمتك خلص صار عندي رجلتين لك ما في شيء بيه لك مثل الغذائيه يعني كل شيء حتى لبس كل شيء حتى المي يعني بالكاريتاس المعيشه يعني انه المصروف هيك اوقات الواحد بدي اعلى شوي بس يعني الحمد لله يعني انا مثل ما بيقول مركبه الرجل لبنتي ما بقى يهمني شيء قلت لهم أنا لا بقى بدي لا أكل ولا شرب خلاص يعني هذا الهم الوحيد مثل ما بيقولوا رب العالمين فرج عليه